متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعيده عليكم باليمن والبركات. أجواء حارة، موجة حارة تؤثر على المملكة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة إلى المملكة، وبالتالي نتوقع أسبوع مرهق، درجات حارة أعلى بكثير من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. إضافة وعلاوة على ذلك، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر مناطق مختلفة من المملكة في منتصف هذا الأسبوع ببعض الموجات الغبارية التي تزيد نسبة الغبار في الأجواء. نبدأ بتوقعات الأحوال الجوية المتوقعة الأحد، والتي تشير إلى تقريبا أن درجة الحرارة في العاصمة عمان تكون 37 درجة مئوية، تقريبا في شرقي العاصمة تكون تناهز 40 درجة مئوية، في حين تكون في غربي العاصمة في الأحياء المرتفعة 35، وبالتالي متوسط درجة الحرارة في العاصمة عمان كعظمى 37 درجة مئوية. معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان في هذا الوقت تقريبا حوالي 27 درجة مئوية، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها بأكثر من 10 درجات مئوية، تكون تقريبا ما بين 38 و 39 درجة مئوية في إربد مع أجواء حارة. في مناطق الأغوار تتجاوز درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية وأجواء شديدة الحرارة هناك، في جبال أشراء من 33 إلى 23، تقريبا ما بين 33 إلى 35 في البادية الجنوبية ومعان وصورة 22، وفي العقبة طبعا هذه درجة الحرارة 40، ولكن سجلت درجات الحرارة يوم السبت حوالي 43، وبالتالي يتوقع أن تصل يوم الأحد إلى 43 إلى 44 درجة مئوية. كما ذكرنا مسبقا، تتأثر المناطق الجنوبية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تضعف الأحد تزداد الاثنين وتكون مترافقة مع فرص لهطول زخات رعدية من الأمطار، تكون عشوائية الطابع. يوم الأحد الفرصة ضعيفة لكنها موجودة، تتشكل هذه السحب الركامية الرعدية تقريبا بعد الظهر من كل يوم، وتؤدي إلى هطول زخات عشوائية من الأمطار، وتسبق بنشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والرمال. المناطق الشرقية في الرويشة تصل درجة الحرارة غدا الأحد إلى 37 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية يومي الاثنين والثلاثاء، يتوقع استمرار اندفاع الكتلة الهوائية الحارة باتجاه المنطقة، وبالتالي المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، ولكن على الجانب الآخر يتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية في المناطق، مناطق بادية الشام ومناطق صحراء سوريا والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وحدوث موجات غبارية. يعتقد بأن جزء من هذه الموجات الغبارية ستصل المملكة في وقت معين يومي الاثنين والثلاثاء، مؤدية إلى أن يتحول الطقس يوم الاثنين والثلاثاء إلى طقس مغبر. فبالتالي نلاحظ أن يوم الاثنين درجات الحرارة تبقى في نفس المعدل ما بين 36 إلى 37 في العاصمة عمان والصغرى 28، كذلك أمر في إربد بين 38 إلى 26 و 36 إلى 23 في المناطق الشرقية، لكنها جميع هذه المناطق معرضة أن تكون طقس بها مغبر يوم الاثنين. المناطق الجنوبية في جبال الشرق تقريبا من 33 إلى 24، 35 إلى 22 و 41 إلى 30 في العقبة، ولكن تعود يوم الاثنين فرص هطول زخات رعدية من الأمطار في المناطق الجنوبية. سمة هذه الزخات الرعدية من الأمطار بأنها تكون عشوائية الطابع، لا يمنع أن تكون غزيرة في نطاقات جغرافية معينة، مسببة جريان الأودية وربما تشكل السيول أحيانا، كما أنها تسبق بنشاط كبير في سرعة الرياح مسببة بعض الموجات الغبارية في هذه المناطق. يوم الثلاثاء تعم الأجواء المغبرة مختلف مناطق المملكة مع بقاء درجات حرارة على نفس الحال، أعلى من المعدلات بكثير، درجات حرارة مرتفعة، أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، ويتوقع أن يكون الطقس مغبر مع ارتفاع لافت في نسبة الغبار في الأجواء. الطقس سيكون مزعج للغاية يوم الثلاثاء، وبالتالي يجب الانتباه لارتفاع نسب الغبار في الأجواء بعدم الخروج إلا طبعا لمرضى الجهاز التنفسي إلى الضرورة القصوى. يوم الأربعاء تخف موجات الغبار عن المملكة لكن يبقى الطقس حار، كما تلاحظون درجات حرارة تقريبا في نفس المستوى، لا تغيير يذكر، طقس حار في أغلب المناطق، شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ومع درجات حرارة مرتفعة للغاية. يوم الخميس أيضا لا تغيير، نفس الحالة الجوية مستمرة معنا حتى نهار يوم الخميس المقبل، أجواء حارة إلى شديد الحرارة بمشيئة الله تعالى في أغلب مناطق المملكة. يوم الجمعة أيضا لا تغيير يذكر، هناك أجواء حارة، طبعا يصادف يوم الجمعة القادم هو يوم تحري هلال شهر شوال هلال العيد، ويتوقع أن تسود به أجواء حارة ومشمسة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ولا تغيير يذكر على الأحوال الجوية متوقع بمشيئة الله تعالى. بعض المؤشرات بشأن فترة العيد، هناك يعني بارقة أمل بوجود انخفاض على درجات الحرارة
في أيام العيد وعودة درجات حرارة تقريبا إلى معدلاتها الطبيعية، لكن ما تزال هذه الفترة بعيدة ونسبة الثقة ما زالت ضعيفة بشأن التوقعات التي تفوق أكثر من 7 أو 8 أيام. لذا ندعوكم دائما إلى يعني الاطلاع على الأحوال الجوية أولا بأول، فور تحديثها من موقع طقس العرب الإلكتروني أو عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع في المملكة. قبل ختام طبعا بعض التوصيات الهامة بشأن عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع خاصة في مناطق الأغوار وتحديدا في أوقات الظهيرة والعصر، كما ندعوكم إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة سيما في ساعات ما قبل السحور وبعد الإفطار، وأيضا ندعو سكان بعض المناطق الجنوبية لا سيما سكان البدو من الابتعاد عن مجاري الأودية أو القاطنين في الأودية والمناطق الجنوبية تلك الحدودية مع المملكة العربية السعودية بسبب السيول وتشكل السيول المحتمل خلال اليومين القادمين، كما ندعوكم جميعا للانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء. هذا كما كل لدينا بشأن الأحوال الجوية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.